السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ مرتاحين إن شاء الله؟ عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير إن شاء الله، ونشوفكم بكل خير وسلامة، وإن شاء الله متفوقين دائما، ونتقابل وياكم إذا ما الله كتب لنا بهاي السنة إن شاء الله، السنة الأخرى يعني القادمة نشوفكم بالمرحلة الثانية إن شاء الله. نكمل وياكم سلسلة محاضرات تعلم برنامج الأكسل. فإحنا مثل ما تعرفنا على بيئة الأكسل والإمكانيات اللي يقوم بها في المحاضرات السابقة، اليوم بس نحاول نتذكر أنه برنامج الأكسل ممكن أنه يؤدينا الكثير من العمليات الحسابية اللي إحنا نحتاجها بحياتنا اليومية. فمثلا إذا أنا عندي الخلايا هاي الأي مثلا، راح أمليها بالأرقام 2 3 مثلا 5 10 ناقص 20 35، فأريد أسوي أي عملية حسابية عليها. فمثلا أقول هنا بهاي الخلية أريد أطلع ناتج الخلية A2 زائدا A3، فهنا شو أسوي؟ أقول له يساوي، من اكتب يساوي راح تشوف انه هنا بالفورمولا بار كتب يساوي، راح اقول له اريد الخليه A2 زائدا العمليات الحسابيه الزائد الناقص الضرب القسمه كويتها موجوده عندك من بالهاي الاعتياديه زائد A3. فتشوف انه حط لك الـ A2 باللون الازرق والاحمر، ويمكن نقول له ناقص A4، فشوف لونها بالبنفسجي، نقول له في الناتج هذا راح نضربه في A5. قد سائل يسأل يقول ممكن يعني فشي استخدمته سابقا، خليه استخدمته ممكن، اي اقول له ممكن، نقول له تقسيم A2. طبعا الاي تكتبها سمول لا كابيتال، هو ياخذها شو اسمه، هسه نقول له من انطي انتر راح يطلع لي الناتج مال هاي العمليه. فتشوف انه جمع تاني الخانة الاولى والثانية اللي هي 5، بعدين عند عملية ضرب هنا الضرب الاربعة بالخمسة طلع 50، قسمها على 2 25، وانت هنا عندك 5 ناقص 25 طلع الناتج ناقص 20. ما شباب، ايضا ممكن انه انت بالماوس تختار، يعني اكتب يساوي اريد اجمع مثلا هاي الخليه، فممكن ما اكتب اي 3 ادوس عليها فتشوفها مباشره اجتني، اقول له زائد مثلا A2، اقول له ناقص مثلا اجي على هاي اقول له اضغط عليها تقسيم، اقول له هاي اجي ممكن استخدم اقواس، يعني هنا انا اقول له مثلا ناقص افتح قوس، هذا القوس اللي هو شفت وتسعة، تفتح قوس تسوي عملية مثلا اقول له A2 في 2، ما يصير اكتب 2 A2، لازم احط بيناتهم شنو علامة الضرب او علامة القسمة، يعني هاي العمليات ما يصير اكتب رقم ويا الخلية مباشرة 2 A2، لا لازم اقول 2 في A2 هكذا. بالنسبة ل 2 A2 مثلا الجذر بالاكسل ممكن تكتبه بطريقتين، ممكن تسوي العدد اس نصف، او اكو داله اسمها اس كيو ار تي، هسه هذا زائد اس كيو ار تي، شوف هذا هسه تطلع عندك هاي يعني الجذر التربيعي، كاتب لك هنا ريتيرن ذا سكوير روت اوف ا نمبر، يعني رجع لك الجذر التربيعي مال العدد. فمثلا راح اخذ جذر ال ما بيهن اي شو اسمه مثلا سكوير افتح قوس عمود التالي يقول لي النمبر ايش قد، راح اقول له 35 ناقص 10، عمود يطلع شنو جذر 25 وهو 5. سديت القوس الاول، اشوف بعد قوس ثاني لازم اسده، فشوف انت من تسد القوس راسا حتى الاقواس تكيها بالالوان عم تعرف انه العمليه مالتك صحيحه، وطلع لك الناتج اللي هو ايش قد؟ ناقص 3.5. ممكن نسوي اس، ممكن يعني مثلا اقول له يساوي مثلا عندي A2 زائد A3 تربيع، فراح اقول له افتح قوس A2 زائد
اي 3 سد القوس التربيع شباب او اي اس عندنا ندوس على الشيفت ورقم 6 بالحاسبه طلعنا هاي العلامه الثمانيه بالعربي وراها اكتب الكسر وراها شنو اكتب الكسر مثلا تربيع فمثلا عندي 2 زائد 3 5 تربيع المفروض يطلع ناتج قد 25 مثل ما تشوفون ماشي اما اذا كان الاس يعني مثلا اقول له اي 2 زائد اي 3 سد القوس اس اريد اقول له 1 على 2 الاس مالته نص فاذا اريد اكتب الاس نص فاكتب له 0.5 فراح يطلع لي هذا الجذر مال الخمسه اما اذا كتبت شباب الواحد على 2 يعني اقول له اي 2 زائد اي 3 المفروض هاي العفو نحط بها قواس فاجي هنا على الفورمولا فوق احط افتح قوس هنا واسد القوس هنا واقول له اس 1 على 2 شباب هنا ايش طلع؟ طلع 2.5 زين هو غير الناتج المفروض يساوي شنو الخطا اللي صار عندي؟ الخطا اللي صار عندي هنا المجموع الرقمين ناخذ الاس مالتهم مش قد نصف بينما هنا مجموع الرقمين اس 1 والناتج ورا ما تطلع هذا الناتج تقسمه عليه من على 2 اذا اريد الخانه بي 5 القيمه مالتها تكون نفس القيمه مال البي 6 المفروض هنا ايش اسوي؟ احط قوسين يعني ناتج القوس هذا 1 على 2 اول مره طلع لي اياه هو نص وبعدين سوي فشوفوا شلون صارت العمليه شو؟ يعني اذا انا عندي كسر شباب يعني كرقم 1 على 3 5 على 4 7 على 13 المفروض شو اسوي احطها بين قوسين اما اذا كان كسر عشري بالبوينتات مثل ما تكتب هاي مثل شلون كتبناه هنا او اقدر اقول اس يساوي اس كيو ار تي اللي هو سكوير روت اوف اي 2 بلس اي 3 فشوفون هاي الثلاث خانات هي كلها عملية إيجاد الجذر التربيعي بس بطرق مختلفة للكتابة مرة كتبناها أس نص مرة كتبناها أس 1 على 2 بس لازم الأس نحطه 1 على قوس ومرة أخرى كتبنا الأس كيو آر تي بهذه الطريقة إن شاء الله تكون واضحة أتمنى منكم أنه تجربون أي عمليات حسابية وأنا إن شاء الله راح أدز لكم واجب أريدكم تطلعوا لي الناتج مالته والدزولية مع الشباب راح يكون مثل الكوز يعني صغير دزلكم فورمة ان شاء الله يوم الثلاثاء انا قبل يوم ابلغكم انه بفلان ساعة اكو كوز يعني انت تسوي العملية الحسابية اللي اريدها من عندك وهسه نجي على بعض الدوالي اللي احنا نحتاجها بالاكسل برنامج الاكسل طبعا يحوي على كثير من الدوال دوال رياضيات احصاء دوال نصوص بحث منطقية يعني اللي نقصد بها المقارنة أكبر أصغر يساوي يعني أهم الدوال مثلا دالة السام دالة السام ترجع لي مجموع رينج معين تكتب بالصيغة يساوي يعني أجعل خانة مثلا أنا عندي الأرقام 6 8 7 9 7 فهاي الأرقام أريد أوجد المجموع مالتهم وين بهاي الخانة اللي هي سي 7 قلنا اول مره نذكر اسم العمود وبعدين تقاطع ويا السطر هو راح يسمي لي هذا اسم الخليه فاريد اوجد هاي الخلايا من سي 2 الى سي 6 اريد اوجد المجموع مالتهم وين بالخليه سي 7 فشلون اكتبهم نكتبهم بالشكل الاتي يعني هسه خلي نروح على اكسل وانا انطي مثلا هسه عندي هاي المجموعات الخلايا 1 2 3 5 هاي 10 ب 10 20 ناقص 20 0 ب 7 35 اريد اطلع هنا الناتج مالتهم يساوي 35 ماشي فهنا ايش راح اقول له؟ اقول له يساوي سم اس يو ام فايش كاتب لك شوف الملاحظه شباب ادس اول ذا نمبرز ان ارينج اوف سيل يعني في الخلايا المحدده راح يطلع لك المجموع مالتهم فانت هنا تجي تفتح قوس اذكر لي الارقام
فاما تروح بالماوس تاشر عليهم هيك بشوف وتضغط على الزر الايسر وتمشي تختار كل الخلايا اللي تريدها من تخلص السد القوس وتنطي انتر ماشي. او اذا اريد اختار رينج معين شباب شوفوا تقول له من اي 2 الى هاي النقطتين اللي هي شيفت وكاف بالعربي بالكيبورد يعني يقول لك من هنا لهنا. يعني انا هسه اذا اريد اطلع هنا انا اقول له اريد مثلا عمود هنا انا راح اكتب المجموع وهنا انا راح اقول له اريد اجمع هذوله 1 2 3 هذول 4 خلايا اريد اطلعهم هنا انا المجموع مالتهم. فكتبت المجموع راح اقول له لان اريد انفذ ذاله اقول له يساوي سام العفو خلينا نحول الانجليزي سام تكتب سمول لتر كابيتال هو ياخذها. وهسه اجي على هي اي 2 الى اي 4 فراح انا اكتب بالكيبورد اي 2 نقطتين اي 4 فشوف مباشرة هو شباب شلون فتح بوكس وظلل هاي الخلايا اللي انا حطيتها. شوف هسه شباب اذا اخلي مكان الاي 4 شوف بس خليت اي 2 حطها من اقول له اي 5 شوفوا البوكس شلون انفتح تغير اسد القوس وانطي انتر فيطلع الناتج ايش قد 20. فهنا كتبت المجموع 20 على مود شلون تبين انه انا هذا هو هسه ال 35 هاي عن هاي ال 35 ما مبين فشي بس هنا ال 35 رقم هنا ال 35 هو مجموع خلايا فوقه ماشي. نفس العمليه انت ممكن تجمع خلايا بشكل عشوائي يعني مو شرط الا بالتسلسل. يعني هنا انا اريد اجمع هاي الخليه الاي 2 والاي 5 وال البي 4 فهنا راح اجي اقول له يساوي سم افتح قوس اي 2 فارزه حط فارزه شوفوا شلون منطق اياها هنا قال لك اكتب النمبر 1 حط فارزه واكتب النمبر 2 من وين قلنا اي 5 فارزه ال اي 4 عفوا البي 4 ورا ما تخلص سد القوس كل داله شباب تفتح لها قوس وتسد لها قوس فيطلع ايش قد 37. اذا رجعنا نتاكد 2 ب 10 12 بعد من عندنا 12 25 اللي هو 37 واضحه شباب. ممكن استخدم رينج اكثر من رينج ممكن اقول له يساوي سم اوف اسحب هذا الرينج فارزه واقول له هذا الرينج واسد القوس. فشوفوا شباب هنا 10 ناقص 20 يعني ناقص 10 ب 70 يعني 60 60 هنا عندنا هاي 66 وهذين البوينتات 6 يعني راح يطلع 66.6 تقريبا الناتج 66.7. فاذا شباب ممكن انه انت تجمع رينج ويا عدد او مجموعه رينجات يعني تقول هذين الخلايا فارزه هذين الخلايا فارزه هذين الخلايا كلهن ممكن تخليهن بداله شنو السم واضحه. يعني شباب ارجو انه يعني معدكم انه تجربين تجربون هاي الخلايا واي اشكال ممكن يعني تدزون. لا تنسون اي داله نكتبها يساوي بعدين اكتب اسم الداله سمول لتر كابيتال هو ياخذها الاكسل تفتح لها قوس تحدد المعطيات اللي هو حسب ما منطق اياهن بعدين تسد القوس وتنطي انتر راح تشوف الناتج موجود. هاي بالنسبة لمن أخذنا دالة الصم وهنا أنا عندك عليها ملاحظات. أكو دالة أخرى اللي هي دالة الأفرج. الأفرج هو شنو؟ مجموع الأرقام على عدد الأرقام مجموع الأرقام على عدد الأرقام مثل ما تشوفون هنا عندي بالخلايا عندي 9 7 4 8 2 أريد أطلع المعدل مالتهم
راح اجمعهم اللي هي 9 × 16 = 20 = 28 = 30 من اقسمهم على 5 يطلع الناتج ايش قد؟ 6. شلون نكتبها؟ نكتب هاي الداله افريج مثل ما هي موجوده افريج. فهنا راح اجي مثلا اقول هنا قلت المجموع هذا اللي خلي احذفهن. هنا راح اقول له مثلا الافريج. هنا اللي ما حطيت يساوي تنكتب كعباره، لكن هنا راح اجي اقول له يساوي افريج اوف، طلع لي المعدل مال هذني. فطلع ايش قد؟ 5.833. ماشي. وممكن بعباره اخرى هنا انا الافرج انا هنا مو طلعت الصم اجمعتهم، ممكن اقسمه على عدد الخلايا اللي هن ايش قد؟ 6. فهنا راح اقول له يساوي اللي هو اي 8 صح على كم خليه؟ 6. فطلع نفس الناتج. يا اما المجموع اللي احنا طلعناه هنا نقسم على عدد الخلايا اللي هن 1 2 3 4 5 6، او انه انت مباشره تطلع الافرج، لان مرات تحتاج المجموع مرات تحتاج الافرج. ماشي. هنا انا احتاج لو كان عندي الارقام الاتيه مثلا 100 45 50 200. شباب هنا بالتعليم مالتي عند اخذ ارقام بسيطه على مود الناتج تكون يعني معروفه عندكم، بس هي بالحياه الحقيقيه الارقام مهما كانت يعني الاكسل هو يطلع لك الناتج بدون اي خطا اذا كنت انت كاتب المعادله بشكل صحيح. شباب هسه اذا اريد اقسم العمود اي، هذا خلينا نسميه الاي، وهذا العمود نسميه البي. اذا هنا انا اريد اتقسم اطلع الاي على البي، يعني هذا العمود العفو الصف الاول اللي هي الخانه جي 1 تمثل لي شنو هذا العمود كولوم منين جبته؟ راح اقول يا باني انطوني الاي والبي فقط، اريد اطلع لي الاي على البي. فانت هنا ايش راح تسوي؟ راح تكتب يساوي تقسم الخلية هاي على الخلية هاي صح؟ يعني كل يعني الأولى تقسم على الأولى، الثانية تقسم على الثانية، يعني الأي 2 تتقسم على البي 2، الأي 3 تتقسم على البي 3 وهكذا، عم تطلع شنو الناتج. تنطي انتر فراح تشوف انه 100 × 2 = 50. هنا أنا على مود أسوي العملية على الكل ماشي؟ شو اسوي؟ عندي خيارين، يا اما اجي على هاي الخليه اللي انا سويت بها العمليه اختارها تكون يعني مظلله بهالشكل هذا بوردر، واكو هذا النقطه السوداء اللي تشوفوا هذا المربع الاسود اللي جوا، من اجي عليه راح يصير سهم اسود. يا اما دبل كليك عليه، دبل كليك عليه بالماوس فراح تشوف كل الرينج اللي بيه خلايا قدامه راح ينفذ نفس الشرط، ينفذ شنو؟ نفس الشرط، يعني شنو معناها؟ راح يجي يقسم لي هنا، قسم الاي 3 على من؟ على الاف 3 اللي هي انا دا اقصد بها يعني هذا العمود. هنا انا اجي قسم القيمه الثالثه على القيمه الثالثه، هنا اجي قسم القيمه الرابعه على القيمه الرابعه، ما لي يعني هذا الاي 5 رقم الخليه، لان انا الخليه الاولى يعني السطر الاول استخدمته للاسماء. واضحه شباب؟ على مود انفذ عمليه معينه لمجموعة خلايا جواها، فإما أسويها دبل كليك أجي هنا على هذا السهم المربع الأسود اللي موجود بالزاوية السفلى بالجهة اليمنى، دبل كليك عليها كل الرينج اللي بيه خلايا راح ينفذ عليها نفس الشرط. ماشي. مثل هنا هسه شفتوا هنا E2 على F2، هنا صار E3 على F3، هنا E4 على F4، هنا E5 على F5. ماشي. وممكن شباب شنو؟ اجي على الخليه الياء واجي هنا على السهم، من يصير سهم المؤشر مالتي عباره عن زائد
اضغط على الزر الايسر للماوس واسحب ايدي واختار الرينج اللي انا اريد اشنو اسوي له نفس العمليه نفس الخطوه هنا راح اسويها مثلا راح اقول له اي زائد بي فهنا راح اقول له سم ممكن اكتب سم ممكن ساوي سم اوف راح اجي اختار ذن الخريطتين وانطي سد القوس وانطي انتر هسه اذا وقفت هنا دبل كليك شوف 45 ب 9 54 25 50 و 25 75 200 ممكن شباب ما اسويها سم يعني راح اجي احذف هذا مو سم اسوي يساوي عادي يساوي بس لازم اكتب الخليه شنو هي الخليه اللي هي هاي هنا شنو اسمها اي 2 اللي هي شنو هي اي 2 زائد اف 2 ممكن تكتبهن كتابه ارجع واقول وممكن تسويهن واجي هنا أنا اسحب بالماوس ينفذ لي العمليه ويطلع نفس الشرط اذا كان مثلا عندي ثلاثه هذيك تطلع لي القيمه بالعمود هذا ثلاثة افتح قوس اي اي اس اثنين ناقص بي اس ثلاثة صارت هالعملية يعني انا اعطيك اياها معادلة ايش راح تقول هنا؟ راح تقول لي يساوي ثلاثة بما انه اكو قوس نكتب لازم علامة ضرب نفتح القوس الاي تربيع يعني اي قيمة بالاي لازم اربعها صح؟ فالقيمة هنا ايش قد هي؟ اي 2 راح اقول له اس 2 الاي تربيع معناه اخذت اي اول قيمة بالاي اللي هي الخليه مالته ايش قد رقمها شباب؟ احنا بالاكسل نتعامل مع الخلايا. ما نتعامل ويا الارقام، يعني ما يصير اكتب اني 100 تربيع، لان 100 تربيع بحث راح ينفذ ليها وين؟ على اول خطوه، مثل ما شفتوا من طلعنا القسمه والضرب او الجمع او اي عمليه، انه انت تختار اسم الخليه، مهما كل ما تغير القيمة الخليه الناتج هذا تلقائيا راح يتغير. ما نكتب ارقام، نكتب اسماء الخلايا. فالخليه اللي بيها ال 100 مثل ما تشوفون هي بالعمود اي وبال الرو نمبر 2 ناقص هسه البي هي ايش قد بالاف 2 اس 3 واسد القوس وانطي انتر مع شباب دبل كليك نفذ ليها على كل الخلايا واضحة شباب؟ يعني احنا عندنا بال كنا ناخذ بالرياضيات معادلة الدستور يعني لو كان عندي معادلة تنحل بالدستور او تنحل بالتجربة يعني مثلا اكس تربيع ناقص اكس زائد 2 تساوي 0 هاي اذا حليناها بالتجربة راح تكون عندي اكس ناقص 1 اكس العفو اكس زائد 1 راح يصير باكس ناقص 2
نكتب هنا اكس ناقص واحد، بس خلي احلى بالورقة، اكس تربيع ناقص اكس زائد اثنين ناقص اكس ناقص اثنين المفروض هنا هاي ناقص راح تشوفون اما اكس ناقص واحد اكس تساوي ناقص واحد او عندك الاكس تساوي اثنين. يعني انت متعوض الناقص واحد انه راح يصير واحد زائد واحد اثنين ناقص اثنين يساوي صفر، واذا عوضت الاثنين راح يصير عندك هنا اربعة ناقص اثنين ناقص اثنين ناقص اربعة يساوي الناتج صفر. فممكن احنا بالدستور ممكن تكتب المعادلة بالدستور، يعني هسه احنا بهاي المعادلة ايش قد قيمة الاي؟ هنا هاي قيمة الاي هي واحد صح؟ قيمة البي ايش قد؟ البي قيمته اللي هو معامل اكس ناقص واحد. السي ايش قد قيمته؟ اللي هو الثابت اللي هو ناقص اثنين. ماشي؟ معادلة الدستور شو تقول؟ هنا راح اقول الاكس واحد. شو يساوي لي؟ هاي بس على مود هنا هاي مو معادلة، بس هنا راح اكتب المعادلة يساوي ناقص بي صح؟ هو يساوي خط قسمه بالبسط عندي ناقص بي. خلي اكتب لكم اياها هنا المعادلة، خلي اكتب المعادلة هنا هاي بس خلينا نطفي الشرط. المعادلة مال الدستور اللي هي اكس واحد فارز اثنين تساوي نفتح قوس ناقص بي زائد ناقص اللي يعني المفروض واحد فوق الاخ جذر بي تربيع ناقص اربعة اي سي هذا الاس نصف ست قوس البسط على اثنين اي. هاي المعادلة مال الدستور ويا شباب يعني هنا اذا تريدون نكتبها بالوورد بالشكل الآتي R2 يساوي X underscore تساوي افتح قوس ناقص B زائد ناقص ها شباب معادلة الدستور صح؟
قد تكون بالاكسل شوي ما كتبت بال هذا. خلينا ناخذ الاكسل هاي معادلة الدستور. فهسه انا اريد اطبقها هاي المعادلة مال الاكسل مثل ما تشوفوها هاي، اريد اطبقها على هاي المعادلة واريد اطلع الجذور اكس 1 تساوي ناقص 1 والاكس 2 تساوي 2 ماشي. فهنا انا راح اجي على هاي الخلية قلت له اكس 1 يساوي، هنا انا راح اجي اكتب المعادلة الرياضية، راح اقول له بما انه عندي معادلة رياضية اكتب يساوي، ارجع واقول انه هاي يساوي هنا فقط على مود انبهك انه اني عند من تقرا انت شنو اكس 1 يساوي تعرف انه هاي الناتج مال الاكس 1 يساوي، راح اخذ الموجب فراح اجي افتح قوس مال البسط. ارجو انه يعني الاقواس تنتبهون عليها، من عندك بسط ومقام تفتح قوس البسط وتكتب المعادله مثل ما تقراها مثل ما تقراها ناقص بي، البي بيا خلي يا شباب هذا البي، فاجي اضغط على هذا العفو هنا ليش ما اخذها؟ كنت اخذها اللي هي الاي العفو اي ثم اي 8 هاي اي 8 مو 18 انا خربطت على بالي 18 زائد جذر عندي راح اقول اس كيو ار تي سكوير روت اوف بي تربيع، ايضا راح اجي على هاي الخليه اضغط عليها واقول له اس 2 ناقص 4 في قيمه الاي اللي هي هاي في قيمة السي اللي هي هاي، وأسد قوس السكوير روت اللي هو باللون الأحمر، بقى عندي القوس مال البسط أيضا أسده، سديت القوس مال البسط على نجي على المقام، بما أنه عندي أكثر من رقم نفتح قوس فنكتب نفتح قوس 2 في قيمة الأي واسد القوس مال المقام وانطي انتر، فطلع ايش قد؟ اكس 1 يساوي، هسه هنا انا راح اقول له اكس 2 تساوي، راح اجي هنا اجي على هاي المعادله شباب راح استنسخها، اجي من هنا اظللها اقول له كنترول سي، اجي هنا على هاي الخليه العفو اجي على هاي الخليه اقول له كنترول في، طلعت نفس النتيجه صح؟ ليش؟ لان نفس العمليه، لكن انا ايش عندي؟ عندي هاي العلامه تصير المفروض شنو؟ سالب على مود اخذ الحد الثاني، من غيرتها سالب انطي انتر فطلعت ايش قد القيمه؟ اكس 1 يساوي 2 والاكس 2 تساوي ناقص 1 مثل ما حليناها بالتجربه. فاذا هذا الكود هسه اللي انت كتبته هو يحل لك اي معادله من الدرجه الثانيه مهما كانت المتغيرات، انت فقط عرف لي هنا المتغيرات، هنا خلينا بذن الخلايا الاي والبي والسي، اي معادله عندك موجوده اي معادله خلي المعاملات هنا أنا. فهنا أنا راح تطلع لك شنو القيم مال، يعني هسه مثلا اذا عندك ابسط شيء خلينا نقول الاكس تربيع اكس اس 2 ناقص 3 ناقص 9 تساوي 0، هاي المعادله هسه انت بتحلها بالتجربه تطلع اكس ناقص 3 واكس زائد 3 صح؟ هسه انت معناها شنو قيمه الاي؟ 1، قيمه البي ايش قد؟ 0، قيمة السي هي ناقص 9، تنطي انتر شوف طلعت النواتج 3 بناقص 3 مباشرة. هسه هذا مكان ما اكس تربيع ناقص 25 راح اسوي هنا ناقص 25 طلعت 5 بناقص 5. اي معادلة شباب هسه انت عندك تكتب
معامل الاكس تربيع هنا، معامل الاكس هنا، والثابت هنا، مباشرة هاي المعادلة راح تنطيك الحل مال الدستور مالتها. فشفتوا انه استفاديت انا بالكوبي بيست، انا ما اعيد كتابة المعادلة مرة اخرى. لهنا ارجو انه يكون الدرس واضح، وان شاء الله فد يومين ابلغكم على كويز بسيط يجيكم على الكلاس تجاوبوني على القيم مالت. اشكركم على حسن الاستماع. لا تنسون من تشوفون الفيديو تكتب اسمك بتعليقات الكلاس روم، اسمك الثلاثي. ماشي شباب، انا اشكركم مرة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.